مساء الخير يا جماعه. مساء النور يا راجل. طبعا تلاقيكوا جعانين جدا. طبعا ما شاء الله. عامر الاكل بسرعه. مشويات بقى و... يا سلام هتشوف دلوقتي هتشوف. اتفضلوا يا جماعه. عليها لو سمحت ممكن اعيش؟ اكيد اتفضل. اشمعنى في المكتب بقى ما بتبقيش قمر كده؟ ما انت اللي بتعمل فيا كده طول النهار، بتبقى مدوخني حوالين نفسي. وبعدين قصدك في المكتب ان انا ببقى وحشه ولا ايه؟ لا طبعا بقى رائد نجم الدين مديره مكتبه وحشه برضه. صح شعيب. ايه يا بابا؟ عاجبك الاكل ولا ايه؟ ايه يا ابني ده؟ فول وطعميه؟ انت مش عارف ان عندي مشاكل في القولون؟ بعدين والدتك مش هتاكل طبعا. ايه المنيو الغريب ده؟ اكيد المنيو ده ورا حاجه. ابني وانا عارفاه. اكيد فاهم. بقول لك ايه؟ هو رائد بيحب عليا ولا بيحبهاش؟ انا ما بقتش فاهمه حاجه. وانت ايه اللي شغلك بالموضوع ده؟ الله، مش ده اخويا يا ابني؟ هو اخوكي في النم وحشر المناخير بس، ما انتي مخنوقه منه 24 ساعه. لا انا ما بحبش طريقته، ان هو بيتدخل في كل حاجه وعايز يتحكم في حياه كل الناس، لكن في الاخر هو اخويا. الراجل ملياردير وناجح وعنده مدينه متكامله، من حقه ان هو يتحكم في كل الناس اللي حواليه عشان الناس دي كلها عايشه في خيره. لا انا ما بحبش حد يتحكم فيا غير جوزي وبس. الله، كانك ما بتكسريليش كلمه يعني يا بيبي. بس ايه رايكم بقى في الاكل النهارده؟ جميل. جميل يا ريس. حلو. ها انا شايفكم بتاكلوا باستمتاع. طبعا انتوا مستغربين المنيو شويه، انا بس حبيت افكركم ان الاكل مش بس اصناف غاليه، في اصناف تانية رخيصه وتكلفتها اقل وحلوه وطعمها حلو. ولا ايه يا مستر عادل؟ طبعا اكيد يا مستر رائد. طبعا اكيد اكيد. تمام، يعني معنى كده ان مش اي فكره حلوه لازم تتنفذ بملايين، في افكار حلوه تانيه كتير ومبهره ممكن تتنفذ بتكاليف قليله جدا، بس الناس عندنا في الشركه بقوا بيستسهلوا، ما الفلوس كتير. انتوا عارفين يا اساتذه انتوا بتصرفوا قد ايه في الشهر على الماركتنج والدعايه؟ ها والله العظيم كانه مال سايب. لموا ايديكوا شويه يا اساتذه. اتفضلوا اتفضلوا، كملوا اكل قبل ما يضرب. شايف يا ستار، مستر رايد عامل الليله دي كلها علشان يدينا الدرس ده. انا برضو قلت ان منيو الفول والطعميه ده اكيد وراه حاجه. استاذ عادل، حضرتك عارف كويس اني ما بعملش اي حاجه غير اني بنفذ تعليمات سعادتك، يعني ما بعملش حاجه من دماغي ولا ايه؟ بقولك ايه، ما تيجي نقوم نتمشى شويه بدل الجو ده؟ معلش اصلي تعبانه مش قادره اقوم. والله لا سلامتك يا اختي، اكمل اكل احسن. Thank you.
هو انت سرحان في ايه؟ بفكر في حاجه كده بقالي فتره. ايه رايك لو عملنا توسعات في المدينه ودخلنا المرحله الرابعه؟ مش عارف اذا كان القرار ده صح ولا غلط. لا صح طبعا، يعني بما اننا باعين 70% من الوحدات و30% الباقيين الناس بتخانق عليهم، فبالطبيعي ان احنا لو نقدر نعمل مرحله رابعه نعمل كده. ايه رايك في الاعلان صحيح؟ الاعلان ده كله فكرتي، يعني اكيد عاجبني طبعا. هاي يا حبيبتي طمنيني، سبب الحفله كان ايه؟ ما تردي يا بنتي. سيبيني والنبي يا ام الاحسن، انا هفرقع. ليه؟ هو ما فتحش معاكي سيره حاجه خالص؟ ده هو حتى قال انه معجب بيا. احنا كنا عايشين في خيال وافلام كرتون. لا بقى يا حبيبتي، هو اللي مش طبيعي. يعني واحد عازم الشركه كلها وقال لك البسي اشيك حاجه عندك، ساعتها بقى كنا هنفكر في ايه؟ لازم يجي في دماغنا انه كان ناوي يطلب ايدك او حتى يفتحك في الموضوع، خصوصا يعني انه غاوي المناظر دي. رأى ده بني ادم غريب جدا بجد، انا ما بفهموش. بني ادم غريب وتصرفاته اغرب منه. ده كان عازمنا على فول وطعميه. ايه؟ رائد بيت جلاله قدره يعزمكوا على فول وطعميه؟ انت بتضحكي يا ماما؟ والله العظيم كان عازمنا على فول وطعميه. قال ايه؟ علشان نعرف ان مش كل حاجه حلوه لازم تكون غاليه. البيبي اتفلسف. انا شكلي هستسلم واكبر دماغي من الموضوع ده. انا عملت كل حاجه يا ماما. ايه؟ يا حبيبتي لا، اوعي تفكري في الموضوع ده ابدا. انت هبله بقى ولا عبيطه؟ لحين انا قلبي بيقول لي ان الراجل ده بيحبك، بس هو يعني تقيل كده حبتين. اسمعي كلامه، احنا هنجيب رجله، يعني هنجيب رجله. زهقت من زحمه القاهره؟ تعبت من ضغط العاصمه؟ حتى المدن الجديده بقت مجرد مسكن بالنسبه ليك؟ غير حياتك، عيش وتعلم واشتغل في ترو دريمز ريزورت. شقق، فيلات، مدارس، مستشفيات، بنوك، بيزنس حقيقي، مستقبل بجد. ترو دريمز ريزورت، كل احلامك حقيقيه. مجموعه رائد نجم الدين، نجم الريان. اعلان حلو قوي يا منصور، انا فرحانه الرائد قوي. الله يا سوزان، لو عمل ايه؟ عمري ما هرتاح ولا يهدى لي بال الا لما اشوفه متجوز وافرح بيه بقى. نفسي اشيل حفيدي. بصراحه انا مش عارفه اعمل معاه ايه. جبت له احلى بنات في مصر وبرضه متربس دماغه. بقول جايز يكون حاطط عينه على عاليه. يا ستي، يحط عينه على عاليه على غير عاليه، المهم يتجوز. انا مش عارف في ايه بس. صباح الخير. اهلا يا رائد، صباح النور. كنا لسه جايبين في سيرتك، كنا بنتفرج على الاعلان الجديد. الاعلان حلو قوي يا رائد. طيب الحمد لله. يا بابا شكله ما عجبكش؟ لا حلو قوي، مامتك قالت اهو. في لقطه عجبتني قوي يا اخي، استوقفتني بصراحه. ايه؟ اللي هي العيله، واخد بالك؟ عيله خدين ابنهم يوصلوا المدرسه، وايه بقى؟ الجد والجده واقفين في الشباك وبيشاوروا لهم. حبيب جده وبابا. ايوه ايه يعني؟ مش فاهم. مش فاهم ازاي يعني؟ مش انت بتقول في اعلانك احلامك حقيقه؟ ده بقى مش متحقق لي. نفسي احقق حلم حياتي وابقى جد واشيل حفيدي، انت حرمني منه. كشر يا اخويا كشر. طبعا ما هو الكلام مش على مزاجك. مشكلتك ايه؟ لسه بتكون نفسك مثلا؟ يا اخي حس بيا، بقول لك نفسي ابقى جد اشيل حفيد، مش كفايه اختك اللي محرومه من الخلفه؟ بصراحه منصور عنده حق. انت مستني ايه؟ انا نفسي افرح بيك يا حبيبي واشيل ولادك، وانت بتعمل كل المجهود ده عشان مين؟ ممكن اتكلم انا بقى شويه؟ اولا انا بعمل كل ده علشان نفسي، ده الكارير اللي انا اخترته وبحبه وعايز انجح فيه. ثانيا بقى موضوع غادة ده انا مش ساكت عليه، انا بعمل اتصالات مع اكبر دكاتره على مستوى العالم. اما بقى قصه ان انا اتجوز واخلف، انا مقدر احساسكم ومشاعركم كويس قوي،
بس يعني مش عشان يعني اجيب لكم حفيد البس انا في حيطه ولا ايه؟ ولا ايه؟ مستر رائد خير في حاجة ولا إيه؟ ما عجبنيش أبداً إنك مشيتي امبارح كده من غير ما تقولي لي. سوري أصل تعبت شوية وأنت كنت مشغول بتتكلم في شغل فما رضيتش أزعجك يعني. طب يا ريت التصرف ده ما يتكررش تاني. أكيد. مستر رائد ثانية واحدة. هو أنا ممكن أعرف إيه سبب العزومة بتاعت امبارح؟ عادي يعني. حبيت أخلي الناس بس تفك من مود الشغل شوية. كمان كنت عايز اتكلم في المصاريف الزياده اللي موجوده في الادارات. فاهمه كويس ان احنا بندير مدينه متكامله بكل مشاكلها، لازم نتجمع من حين لاخر نتكلم. انما انت بتسالي ليه؟ لا عادي، مجرد سؤال. رائد نجم الدين. السلام ورحمة الله. شكرا نجاة، شكرا نجاة. مستر رائد، المهندس أمجد نصار هنا وعايز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. اتفضل يا مستر أمجد. شكرا. يا صباح الفل. صباح الفل يا امجد. ها تشرب ايه؟ لا والله ما قادر، مش قادر. بتشوف عايز تشرب ايه بجد؟ لا والله لسه شارب. قول لي بقى ايه الاخبار؟ كله تمام. انا كده خلصت لك اعلى شبكه مراقبه عملتها شركتي من ساعه ما فتحتها. انت هلكتني بجد والله. ده على اساس ان انت واخد قليل. ده انت مكون مستقبلك من جيب يا جدع. ماشي يا اخويا. المهم انا عايزك تخلي بالك، انت دلوقتي هتسمع نفس كل موظف عندك، مش بس هتشوفه، يعني هتكتشف حاجات كتير. هل انت مستعد لده؟ بصراحه مقلق قوي من الحوار ده. تقلقش، انا بس زهقت من كتر ما انا بشوف الناس، عايز اسمعهم بقى. ولعلمك بقى انا متاكد من حب الناس ليا وعندي ثقه كبيره جدا في اغلبهم، بس المهم الموضوع ده يفضل سر بيننا. اعمل ايه اكتر من انا جبت لك طقم كله من انجلترا؟ ولا انت بقى مقلق من صاحبك؟ تتكلم في ايه يا عم؟ انت اخويا وعشره عمري. حبيبي. قول لي بقى الموضوع ده يشتغل ازاي؟ طب وريني اللاب بتاعك كده؟ اهو اتفضل. كده بقى احنا كونكتد الدنيا ببعضيها.
تحب تجرب بنفسك؟ اه قوي. ده بقى عادل حسين العضو المنتدب، راجل محترم وبتاع شغل وشايل مسؤوليات كبيره. واللي قعد قدامه ده الاستاذ انيس من ايام ابويا من زمان. لو حابب اسمعهم بقى اعمل ايه؟ بص سلكت على السكرينه بتاعته. ايوه شغل بقى صوت من تحت. يا استاذ انيس، يا استاذ انيس، انا قلت اكتر من 1000 مره وقتها ان التوسعه في المشروع ده هتبقى غلط. احنا كنا محتاجين الفلوس دي علشان خاطر نكمل بيها بقيه التوسعه في شركه الميه والملاعب والتليفونات. وانت ما قلتش ليه كده من الاول يا استاذ عادل؟ حضرتك العضو المنتدب وكلامك لازم يتسمع، لان اما تخرب هتخرب علينا كلنا. مش على صراع ده فني ده بس. يا استاذ انيس، يا استاذ انيس، انا قلت اكتر من كده 100 مره قلت قبل كده، بس انت عارف رائد غبي ومغرور ومتصور ان هو فاهم كل حاجه. هو ولا بيفهم حاجه، ولا بيفهم حاجه. طب هعمل له ايه؟ شكلهم متعصبين شويه بس، يعني انت عارف الموظفين عندي عندهم ضغط شغل كبير. اه ما فيهاش حاجه يعني لو يعني نفسوا الكلمتين ولا ايه؟ لا 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 عادي عادي. بص انت لما تسمع الكلام ده اعمل نفسك من بنها. ما ينفعش نقف عند الكلام ده يعني. صح، تنفيسه برضه. ده بقى حسن جوز اختي، جوزه وانت مسافر. ده مدير المالي والنائب بتاعي، بثق فيه ثقه عمياء. لينا نسمعه كده نشوف بيقول ايه. اعمل ايه؟ ايوه نفس اللي فات، السكرينه بتاعته. ها؟ ايوه. ها؟ سلكت بقى عليه. شغل بقى الصوت من تحت. صح. انا يا جدع ما اقدرش ادفع مبلغ زي ده. انت مش عارفه مرتبي؟ يوه والله بقى قولي لاخوكي رائد يزوده لنا شويه، خليه يفك كيسه. مش معقول يعني، ما هو على قلبه قد كده. بس ما انت عارفه هو بخيل وجلده. استني استني ثانيه واحده، خليكي معايا ثانيه واحده، ارد على التليفون ثواني. اطلع على بنها. ها؟ احنا مش قلنا لما تسمع الكلام ده تعمل نفسك من بنها؟ اه لا بس شغل زي الفل يا امجد. تالي انت كده سمعت اكتر من اللازم. عندك حق، بس على فكره انت كمان سمعت اكتر من اللازم. نصيحتي بقى، انت عارف ان انا اخوك، امسك عصبك شويه، في من ده كتير. انا همشي، ابعت لي الفلوس بقى في الوقت اللي انت عايزه. مش عايز تبعتها مفيش مشاكل، تضمن بقى خدمه. تسلم يا امجد حبيبي. كده حسن اتكلم عليا من ورا ظهري. زي ما انا بقول لك مالكش دعوه. الو. اي يا حبيبتي، كنا بنقول ايه؟ اه كنا بنقول ان هو بخيل وجلده. يقع. الله، طب ما دي حقيقه يا غاده. سكت يعني؟ اكيد غاده بتبهدله. انا كمان يا حبيبتي والله بموت فيكي، والله بحبك قوي. خلاص يلا بقى، يلا بلاش هزار، خلاص بقى روحي. يلا باي. اه تحبي في ايه ده؟ بدل ما تهزقيه وتديله على دماغه. أول يوم ابتديت أسمع فيه الناس، النتيجة أقل حاجة توصفها إنها بشعة. المشكلة مش في اللي سمعته، لكن في إن واحد زي حسن وعادل مش ممكن أثق فيهم تاني أو أصدقهم. وكل ده وإحنا لسه في أول يوم. Thank you.
مساء الخير يا رائد بيه. اهلا يا عم. بالنسبه للغدا يا بيه، تعليمات الهالي من النهارده الغدا هيحضروا غدا هانم وحسن بيه. تحب حضرتك تنتظر ولا احضر لحضرتك الغدا دلوقتي؟ لا انا هتغدى دلوقتي. هاي هاي حسن. توقعت برضو ان الاقيك هنا. اصلا عندي شويه شغل. هو رايد هنا ولا مشي؟ لا لسه مشي. طب و يا ترى فكرتي في اللي قلته لك؟ حسن مش عايز اتكلم في الموضوع ده. انت فين بقى يا استاذ حسن؟ انت فين؟ عند عليا. تمام. شوف الصوت كده. الله، مفيش صوت ليه بقى؟ طب اعمل ايه تاني؟ مش عارف بصراحه. الو الو. ايوه علي، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام. ببعت شويه ايميلات اهو وبظبط لك مواعيد بكره. طيب كويس. ايه في حد عندك ولا ايه؟ حسن عندي. عايزني في حاجه؟ مش عارفه، هو لسه جاي يعني، هعرف هو عايز ايه واقول لك. طيب يلا، باي باي. بعدين بقى في قصة الصوت دي، ايوه يا عمرو، بقول لك ايه، انا مش سامع صوت في مكتب علي. أنا في البيت قاعد على اللابتوب، مش في الشركة. لأ أيوة تمام. أكتيفيت. أه وبعدين؟ مش معقول يعني، بقالي كتير عمال أسأل فيك. طب يا عم يلا يلا، ولا بتقولي لي حاجة. خلاص بقى يا حسن. بس أنا مصر أفهم فيه إيه. عايز تفهم إيه يا حسن؟ عايز أفهم. اوعي تطلعي شمال يا علي. هو في ايه يا رائد؟ معقول عامر يقول لك ان اختك وجوزها هيتغدوا معانا، تقول هتغدى انا؟ هما يعني بيتغدوا كل يوم معانا؟ ماما، اولا بعد كده لو سمحتي لما تحبي تدخلي بخبطي الاول. ثانيا انا جعان، عايز اكل، ايه المشكله يعني؟ المشكله ان اختك وصلت اصلا، و10 دقايق وجوزها هيكون هنا، ما انتش عارف تصبر 10 دقايق. انت مشيت بدري يعني النهارده؟ فعلا كنت باخد جوله كده بس في المدينه، بس اكتشفت ان في قرارات كده اخدتها بس انت ما نفذتهاش. لا من فضلكم مش داعي نرغي في الشغل، احنا على الاكل. معلش يا انكل، هستاذنك بس ارد على رائد في الموضوع ده. رد يا حسن، بس مش داعي نطول في الكلام على الشغل. حاضر. بص يا رائد، انا عارف ان انت بتتكلم على موضوع المحلات اللي اتسابت، بس الموضوع ده مش من عندي. الناس دي قفلت ومعظمهم سابوا المحلات ومشوا علشان بيقولوا ان هم بيخسروا. بس انا قلت قبل كده ان المحلات دي نأمنها ونعوض صحابها ماديا لحد ما المدينه توصل للمعدلات القصوى.
ساعتها مفيش حد هيخسر. ايوه احنا هنفضل نصرف عليهم كل شهر بالطريقه دي، طب ما ناجر لنشاطات تانية يكونوا قادرين على المنافسه. معنى كده بقى ان اصحاب النشاطات اللي قفلت دي مالهمش مكان هنا، ويضطر اي ساكن بقى في ترود ريمس يبقى ناقصه اي حاجه يطلع يجيبها من بره، مش كده؟ حسن نفذ الكلام اللي بقول لك عليه، انا فاهم كويس قوي انا بقول ايه. ويا اخي ما تبقاش بخيل، انا يا سيدي بقى كريم مع العملاء بتوعي، دي حاجه مضايقاك؟ لا هو انا بس كان انا مش ده. قلت مفيش داعي نتكلم في الشغل واحنا قاعدين على الاكل. طيب انا هقوم على اذنك. اي ما فين وانتي لسه كارتي. طيب بعد اذنكم هشوف بس في ايه وهعمل تليفون واجي على طول. اتفضل يا حسن. ينفع تحرجهم بالشكل ده؟ انا ما احرجتش حد. امال يعني تتكلم جوزها بالطريقه دي وتحرجه قدامها وقدامنا؟ بتسمي ده يا استاذ؟ ده اسمه جليطه، تصرفات تقرف. معلش يا حبيبي بس انت فعلا احرجتنا كلنا بطريقتك مع حسن. من امتى بتكلم مع حسن بالطريقه دي؟ انا طالع اوضتي. لا دي عين بقى. عامر شيل الاكل. انت ما قلتش ليه كده من الاول يا استاذ عادل؟ حضرتك العضو المنتدب وكلامك لازم يتسمع، لان اما هتخرب هتخرب علينا كلنا، مش على سراء ده فني ده بس. الله يخرب بيتك. اوه يا استاذ انيس قلت اكتر من كده 100 مره، قلت قبل كده بس انت عارف رائد غبي ومغرور ومتصور ان هو فاهم كل حاجه. هو ولا بيفهم حاجه ولا بيفهم حاجه. طب هعمل له ايه؟ انت مش عارفه مرتبي؟ يوه والله بقى قولي لاخوك رائد يزوده لنا شويه، خليه يفك كيسه، هو على قلبه قد كده. بس ما انت عارفه هو بخيل وجلده. انت دلوقتي هتسمع نفس كل موظف عندك، مش بس هتشوفه، يعني هتكتشف حاجات كتير. هل انت مستعد لده؟